بكل الود بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل وتتواصل تتواصل جولاتنا القارة هذه في موعد سبت. نعرف امبارح كنا زاد لهنا بطلب من أحمد العميري يعطيه الصحة مشكور، أعطانا معناتها التوضيحات على حكاية اللحوم الحمراء والأسعار اللي هبطت نتاع العلوش، باش المواطن زاد والمستهلك يفهم ويعرف يعرف ما له وما عليه. نرجع باقي نبقى نفس الفريق، أنا خليني نقول تحية كبيرة صدق صفاقسي ديما نقول أبو فاطمة وأبو آدم هو اللي قاعد يأمن في هالصور هذية. وقبل ما ننسى قبل ما ننسى وقبل ما نمشي لبعيد، أنا خليني نذكر بوجوب معناها التوقي، خلينا نقول هالوباء هذايا اللهم عافينا، نحاولوا باش نحافظوا على بعضنا، نحافظوا على رواحنا بالتباعد بالكمامة بالجيل بالغسيل اليدين معناها في عدة مرات بالماء والصابون، دونك هكا باش نجموا على الأقل نحدوا من الحدة نتاع هالوباء هذايا. اليوم لهنا باش يكون معنا سي عز الدين متفقد للشؤون الاقتصاديه اللي هو في المكتب القار بتاع وزاره التجاره لهنا. سي عز الدين نحن باش نمشيو ونحكيو شويه، نحب نفهم الاتفاقيات هذيا معناها البطاطا ولا شنو ولا تخرج من مارشي لوغرو معناتها في سقف ما يفوتش دينار و300 مش هكا بالضبط يعني قد اليوم المواطن اللي يجي للمارشي بقداش يلزم يلقاها؟ والله فما اتفاقيات ما تفوتش دينار 400 مش دينار 300، دينار 300 نتاع المخازن ودينار 400 جديده فهمت، ولكن فما انفلاتات على مستوى مارشي لوغرو في بعض الاحيان تخرج مرتفعه مش هو لان هذه اتفاق معناها بيلاترال اخلاقي اكثر اخلاقي ما عندوش الزاميه قانونيه، مش الزاميه قانونيه لانه تاجر التفصيل عنده هوامش ربح. ليه الحسبة كيفاش طلعت الحسبة يا ولدي؟ هكا رد هي رد باله منه رد بالك منه قالك انا خاتين مساج عزيز راه هكا هكا على كل هي اتفاقية. وبالنسبة للبصل بالله البصل كيف كيف ما يفوتش 1450 1450 اي ما يفوتش الاسوام هذيا. الفلفل زاد كيف كيف اتفاقيات ما يفوتش 3400 ايوا فهمتي، ولكن اذا كان تاجر التفصيل اثبت لنا انه بالكيتانس نتاعو يعني الفاتوره وشريه بطريقه يعني شريه بثمن مرتفع باش نحكيو معاه شنو رزينا في المكتوب راهو ولد حومتي باهيش ما يعرفنيش شفت كيفاش رزينا في المصروف ولا في اليد؟ والله شوف هو المصروف اللي كلها تتشكى من ما ثماش واحد ما يتشكاش هيما الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب هذا هو الواحد شنو الحاجه اللي يربحها يستحمد ربي ونعم بالله حتى على صحته اكيد اكيد فهمتني. تحب اخوي نهز معك شويه من بعد من بعد من بعد هاي روح نمشي طيبين الفطور ابا والله اه شنو باش طيبنا نقول لك باش نعمل دويده صح اخوي دويده مفوره مفوره بالدجاج العربي زاد صح الله يبارك لكم يعيشك خذ شويه بلايك عز الدين اسمعني يا عز الدين ما انت هذه سلام سلق ب 600 مليم حلوه النصبه هاكا فنان فنان دينار الكعبه لي تو دينار الكعبه الكلافس ب 600 مليم سفناري بقداش؟ دينار و 400 مليم انا يظهر لي يا عز الدين البرودو يلزمنا تفكروه اي البرودو اي علاش ليه ها هاكا وقايه يعني وقايه للجريب وللفيروسات معدنوس ب 500 قروش ولكن معبي بالفيتامينات ووقايه يعني ماذا بينا مره في الجبهه مره توا ربطه برودو قداش تكلف لي انا؟ لا ما تكلفش برشا قبل يا حسره تويك كيلوه ب 2500 جدر والبراسي اللي كانت ب 3500 وكانت ب 4000 معناتها برودو يتكلف لي ب يتكلف رخيص ما عادش ما زيدوا عاد زيدوا تحطوا سبناخ ب 600 ما شاء الله شوف ربطه السبناخ فهمت وتحط له معدنوس هذه ربطه يعملوا لك دوبل معناها ربطه في دوبل في زوج معناها ما تكلفش تكلف 3 3.5 معناها ربطه كامله شباب نتاع مرتين ثلاث هكا وكمل لها الدجاجه الدجاجة ما نعرفش عاد سوم الدجاج. في انخفاض تو سوم الدجاج. فما ما فاتش 5990 الماكسيموم 5990. 6000
اي اي خلنا ندخل من هنا، هذا صديقي يلزمني نساوره انا. نساوره. باش تغلي علينا اليوم ولا لا؟ وانا ما انا نغلي عليك انا. مستحيلة. والله. خلينا خويا توا باش نتفاهموا في الحاجات تاع توا. اختانا ماك الفلفل نتاعك هذاك خليها عندك. خلينا باش ناخذوا كان سوم هكا بطاطا بدينار و400. الشتوي قداه؟ دينار و200. دينار بالكيلو. بالكيلو اي. دينار و200 الطماطم. اهلا بك. قداه الربع؟ حب نهار نشوف في المكازان عليه. مكان عايد ما تدخلش. لا لا ما ما انا كي ندخل غديك. مريتش حتى مرة. بشوية بشوية. بشوية. حتى مرة مريتش في المكازان. بشوية. ممنوع علي. ممنوع عليه؟ ممنوع عليه خاطر غديك تولي مش ممنوع عليه معناها حد اخلاقين. خاطر كي ندخل غديك نولي كاني نعمل لهم في اشهار انا. عليه فما لا اشهار. فما ساعات تلقى البري وما تلقاش الماكينة نتاع الاسوام. نعرف هذا والناس الكل تتشكى منه. برشا برشا. هي مثال ساعات تلقى صوم في مع موجود تيكي وفي الكاسه صوم فهمني ديما تصير استعمل ملاحظه غاديك كيما هنا تجي للاسواق وصلوها الملاحظه هكا على تيكي ما فيها هنا بالكاميرا ما فيها بيستعمل دوره نظره للمجازان نمشي نخدمهم لا لا ما تخدمهمش ما تخدمهمش حكم الاسوام انت تو اي نعرف نعرف هاني نسمعك انا هكا ونعدي صوتك يرحم والديك وانت يعطيني صوم القناري صوم القناري سيدي خويا 18 18 100 ريت كي نعرفها انا فهمت مسكع زين اي اي ننصح البروكلو البروكلو بلان دو فيتامين سي احنا يعني احنا احنا هذا طيبوه معناها بمرقته قد ايه الكيلو؟ دينار الكيلو بحايد مرقة بروكلو ما نحكي لكش خذ الجلبانه هكا 3400 اهلا بك هاي كاو واللوبيا الحمراء 3200 والخضراء 4400 دونك شنو اللي ب 600 لهنا؟ ريت حمزه كيفاش احنا نخدمه هو يصور فينا بالسرقه يصور فينا سلام رد بالك على حاجه وراك يا صادق ترى تتغشش علينا عايشك عايشك ناخذ شويه غله قد معنا قد معنا باش ندخلوا باش ندخل الحوت كملوا في الحوت ب 2300 شنوة اهلا بك صباح النور زعما الشنوة هذه خلصها بالين ولا بالدينار؟ انا نتصور بالدينار نتصور بالدينار وصبري ندير باقي سلعة غالية راهي غالية شوف شنو 2300 2500 اختي توا في تنبك تنبك القوارص القوارص فاهمين سي الفرشيشي فاهمين وربي يصلح على خير وكاو امين يا ربي ان شاء الله على خير لا خلي باش ندخل للحوت كيفاش يا حاجه الدنيا غاليه ولد عمي ياسر غالي غاليه ها هو بيدو تاجر ويعرف على خاطر الغالي ما يتباعش مرتين مش هكا ساكن ما يعاني واشتر لي الحوت الزبل اكثر من اللي يبيعوه اكيد ريت ولا قالت كلمه حق راهي قالت لك اللي اشتر لي الحوت الزبل اكثر من اللي هذاك هو هذاك هو خذ الزيتون خويا هاك الليموني الليموني التكوبري السيالي الله عينك اش بيك يا اكرم صباح الخير لاباس اخويا مرحبا اهلا بيك اهلا بيك مرحبا اش فما اخويا لاباس فما كان الخير سي محمد علي ما ثم كان الخير اي خويا انا شويه مشاكل على مستوى البلديه اش بيها البلديه عنا متخلط بالذمه في معاليم كيرا وكذا وعنا موضوع ما في بالكم فهمتي موضوع نتاعنا فهمتي زادونا معناها زياده مشتته فواسيس معناها معاليم الكيرا بالنسبه لنقاط البيع وتواصلنا معناها بيت خصوصيه ما وصلناش الحل توا انا قاعدين نحاولوا فهمتي باش نوصلوا الحل ان شاء الله مع البلديه هذيا هذه رساله للمدام سعاد عبد الرحيم والله باهي عايشك عايشك الله يعينكم اول بابوش ها نتاع السنة ولا نتاع فريقو؟ نتاع السنة ها؟ لاين تشمس خويا تشمس عز الدين أهلا بيك أهلا بيك أهو اليوم نتاع الجبونات نتاع الجبونات والمالح هذا قال لك بالذواقة ذوق عز الدين وقول لنا ذوق أنت ذوق أنت ماما لا لا اللي معايا ما يذوقش توا عظم الحوت زاده
ايوا بلي بقى وينك يا باشا. اسمع الاخر اسمع اسمع الاخر قال لك ذوقوا عظم الحوت. قد ايه قد ايه سوم 28 اي تقول لي 28 نقول لك اعطيني كيلو. ربي جريها على السلاح يا خويا. امين. اه اي هز يا صادق هز يا صادق هكاك. دقله ب 3000 ب 3000 اقدر لها. ب 11 دينار. اه يا فاتورتها. انا ما قلتش ب 3000. لا, لا, لا على اللي يقولوا ب 3000 3000 الدقله. وينها الدقله 3000؟ وريها لي. وريها لي 3000. اه يا فاتوره. اه يا فاتورتها. يا عزتين احنا مانيش نخدموا رانا لهنا. اي ميساج بالله خلينا ناخذوها الفاتوره ناخذوها. هاك 9000 مشريه هاك 9000 يقولوا ب 3000 الدقله 3000 وريها لي ب 3000 هاك ب 9000 سمعت 9000 هاي برا خلنا زعمنا على المواطن برك ربي يهديهم ربي يهديهم. يلا عز الدين جي 11250 اي هو هوك حتى هو منقص 250 هو منقص 250 زيد 11250 هاي سي عز الدين هذه معناها عملية مراقبة على الطاير. على الطاير اي هذاك يعني خبزنا اليومي يعني خبزنا اليومي و... لا ربي معكم تثبت الفاتورات هامش الربح سيطرة على الأسعار. اي ناخذوا هكا وهكا نوفاو غاديكا هكا هو الله يعينكم. هذه اللمبوكا ب 14.6 قاروس 13.6 تريلي 11.8 الله يعينكم. نشوفوا شوية حوت بحري ونكملوا في كلوراتا وكريم مش هنا كريم وين مشى؟ ما وصيتك على حد شيء. لا لا باش تهبط لي فيسك انت نار 29 و800 قال لي هاي الورقة اللي وصيتني عليها يا شي. لا لا ما وصيتكش خويا. لا لا الجغالي على سلامتك اهلا بيك مرحبا بيك. شو بيك علينا شنو باش تقضينا اليوم عاود؟ والله قاعده نشوف نزلت ما نعرفش. عرفت ممثله شو اسمها؟ اي هذيك لوراتها ب 13500 اهلا بيك. البومسك قداش سومو؟ 14 سايبونا الريستورونات هاو يسمعوا فيه. عز الدين وينو؟ عز الدين وينو؟ عز الدين بالله خليني نعطيك لك انت قبل ما نختم نعطيك لك انت كلمه الختام وانت مواكب المارشي سنترال يوميا. والله انا ننصح المواطنين بانه يعني يستعملوا الخضار الورقي لانه وقتها وثمنها في انخفاض وخاصه هي يعني حتى الفوائد الصحيه نتاعها خضره نتاع وقت اي نتاع وقتها يعني البرود والسفناريا البراسيا هذا هو نتاع وقت واللي باش تعطينا وقايه ضد الجريبات والفيروسات بصفه عامه فهمتي وثمانها في المتناول. ربي يستر ربي يستر. دونك هكا يا صادق احنا باش نكونوا كملنا موعد السبت لليوم في السوق المركزيه في العاصمه. كمل انت بانو كيما هكا باش نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.